معانا حالة يا جماعة تورم لمفاوي. التورم اللمفاوي من الأمراض اللي احنا بنعتبرها سخيفة، التهاب الأوعية اللمفاوية أو الليمفزيما أو التورم اللمفاوي. المشكلة إن هو ملوش علاج فعلا فعلا غير الجلسات، لأنه احنا في سائل لمفاوي نزل في الرجل. السائل ده بيبقى فيه بروتين وبيبقى فيه نسبة مواد صلبة وبيبقى فيه نسبة دهون وبيبقى فيه نسب متفاوتة من حاجات كتيرة، فلازم يتعمل جلسات، حاجة اسمها جلسات التصريف اللمفاوي. احنا كنا بنعمل كام ساعة هنا؟ خمس او ست ساعات علشان نحاول نصرف التصريف اللمفاوي. احنا عملنا كام كورس؟ النهارده 18. احنا عملنا على الرجل دي كورسين 6 في 6، وعلى الرجل دي 3 كورسات، يعني 6 و6 و6. بنعمل تقييم، بنفضل نعيد المقاسات لحد ما نطمن ان المقاسات بدات تثبت او تنزل ارقام بسيطه. في الاول كنا بننزل ارقام كبيره قوي وبعد كده بدانا نثبت. احنا طبعا زي ما احنا شايفين الرجل ما شاء الله مفيش اي تورم فيها زي ما احنا شايفينها ما شاء الله. بعد ما عملنا جلسات التصريف الليمفاوي، الليمفيديما من الامراض اللي احنا بنعتبرها مرض مزمن ليه مضاعفات. اذا احنا سبناه عمرنا ما هنوصل المرحله دي، لا ده بالعكس احنا هنبدا. في ناس انا شفتهم ويعني بس حتى الفيسبوك كان رفض الفيديو من كتر ما هو الصوره كانت بشعه، لحد من العيانين كان من بره مصر، كان الليمفيديما الجرح فتح. فاحنا مش عايزين بقى يعني الحالات توصل لكده. وفي ناس الجلد بيشقق، وفي ناس حجم الرجل بيفضل يكبر يكبر يكبر، فاحنا ما بنبقاش عايزين نوصل للمرحله دي. من الحاجات اللي ليها مضاعفات والجروح دي ساعات يا جماعه بتبقى ممكن بعد الشر تتلوث وتوصلنا للعدوى والميكروب، وبعد الشر يعني اخطار كبيره قوي ممكن نوصل لها بسبب التورم الليمفاوي. فان احنا نعالجه هو ملوش علاج غير ان احنا نعمل جلسات التصريف الليمفاوي بس، ملوش علاج تاني. فضروري ان احنا نعمل جلسات التصريف الليمفاوي علشان الموضوع ده ينتهي، ونعمله متابعه دوريه، متابعه مثلا كل سنه، ما لم يجد جديدا لسه قايلهم كل سنه سنه ونص، على حسب كل حاله بنديها الميعاد، على حسب الحاله وعلى حسب السن اللي جت فيه خلاص، وعلى حسب المرحله جت بدري جت متاخر. فضروري ان احنا نعمل متابعه دوريه. المرحله الاولى ولا ثانيه ولا ثالثه؟ لا احنا كنا في المرحله اصعب واحده، المرحله الرابعه يا جماعه. احنا كنا في الثالثه. كان فاضلنا الرابعه بقى اللي هو يبدا الرجل تشقق. اللي هو بقى خلاص بدا تبدا الرجل. احنا لو مش ما كناش في المرحله الثالثه دي وجايه في الثانيه، كنا اصلا خلصنا في كورس واحد. احنا بنشرح الحالات. دي كانت يعني بين البنين، يعني بين الثانيه والثالثه، كانت داخله على الثالثه. عشان كده دي خدت كورسين، دي خدت كورس واحد، والحالات اللي قبل كده كمان بياخدوا كورس واحد وبيخفوا. فده اللي بيحكم معانا. عندنا كان التخصص لازم يا جماعه بنعمل جلسات تصريف لمفاوي، لازم نروح للدكتور المتخصص في التورم الليمفاوي. كنت معاكم انا هنا دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب والاوعيه الدمويه.